حاليا تنضم إلينا عبر سكايب سيدي أماني أبو زايد المرشحة للانتخابات البلدية في راهط. صباح الخير أماني. صباح الخير سيد. صباحكم. أهلا وسهلا فيك معنا في هذا الصباح. أماني بداية يعني أحدثينا من التجربة الشخصية من قرارك أيضا بترشيح نفسك للانتخابات البلدية في راهط عن أهمية هذا الموضوع وأهمية تواجد المرأة في هذا الحيز ودورها في تطوير هذا المشهد. احنا توصلنا بنهاية الامر انه ضرورة وجود المرأة في العمل السياسي هام وضروري جدا. فمنطلق انتخابي مستشارة ادارية لش اكبر شركة اقتصادية في راهط، هذا بتبين لنا انه واضح مكانة المرأة اللي قدرت توصلها في الجنوب، فما في مانع انه كمان توصل للمراكز السياسية وتوصل للعضوية الانتخابية في المجالس المحلية. نعم أماني، تحديدا عن موضوع انتخابك كمستشارة إدارية لأكبر شركة اقتصادية في راهط وعن هاي التجربة، وأيضا يعني إذا ممكن تحدثينا عن عملك الجماهيري في هذا السياق، قديش هذا يمكن المرأة؟ يعني أيضا ضيفتي بالاستوديو تحدثت عن هيك خانة المفعول به وخانة الضحية اللي ممكن يعني فئات معينة من النساء الفلسطينيات يوضعوا حالا فيها وبالتالي يحدوا من تقدم في الحياة. أنا بانتخابي مستشارة إدارية في شركة مياه راهط اللي هي أكبر شركة اقتصادية في راهط، ودليل واضح زي ما حكيت على مكانة اللي وصلت لها المرأة في الجنوب وبالذات في راهط بشكل خاص. إحنا هنا عم نتحدث عن كفاءات. أنا أنهيت اللقب الأول في هندسة الحاسوب والبرمجة وانهيت تأهيل دورة مستشارة إدارية في شركة عامة، وحاليا بعمل مركزة مشاريع في المركز الجماهيري في راهط. فالدور الكبير كان موجود، الدعم من قبل زوجي والأهل كبير كثير، وكمان مننساش دور البلدية اللي كانت تدعم وتقدم المرأة إلى الأمام. نعم. من هذا المنطلق إحنا اتقدمت أنا وغير راح يتقدموا بهيك مجالات إن شاء الله. أماني أخيرا سؤالي لحضرتك، كيف بتقيمي اليوم يعني في نماذج مشرفة تحديدا على مستوى النقب الصامد؟ يعني معنا دكتورة أمل الصانع الحجوج وحضرتك أيضا، ويعني هذا الإصرار بإثبات قدرات المرأة أيضا في العمل السياسي والجماهيري وفي أماكن ربما لم تكن تقليدية لتواجد المرأة في مجتمعنا. نحن نشهد تطور كبير في وعي وإدراك واسع النطاقين، لأنه قدرة المرأة أن تسيطر في النقب وبشكل خاص وتتقدم في مجالات عدة وبالأخص التعليم، حيث تشغل النساء عندنا عدة مناصب هامة. إذا بدك عن راهط بالتحديد عندنا مدارات مدارس، مديرات أقسام، مستشارات إداريات غيري أنا في البلدية والشركات، طبيبات في قسم الشؤون، عندنا قسم نسائي كبير. فالمرأة بدأت تأخذ دورها الحقيقي في وجودها في الحيز السياسي والاجتماعي في المجتمع. رائع. بدي أشكر مداخلتك معنا أماني أبو زايد، وطبعا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في كل خطوة بتقومي فيها، وطبعا يعني حضرتك ودكتور أمل هيك نموذج، لأنه برغم كل التحديات والصعوبات بإمكان المرأة الفلسطينية وحتى النقبوية تحديدا أن تثبت نفسها وأن هيك يعني تثبت قدراتها على أرض الواقع.